بمدينة الخميس يوم تواصلي يناقش مشروع العلوم في البادية، والذي يهدف إلى النهوض بعمل أندية الشطار الصغار التي تم إنشاؤها في 21 مؤسسة بجهة رباط سلال القنيطرة. غاية هذا المشروع إرساء ثقافة بيئية وعلمية في أوساط الناشئة. عبير الملكي وحسن سيلة. هو يوم تواصلي حول مشروع العلوم في البادية، مشروع يهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية والتقنية والبيئية بين التلاميذ عبر ورشات علمية وتربوية. أعطونا أفكار وعلوم حول البيئة ما عمرنا عرفناهم، وتجارب ترفيهية وألعاب موازية وألعاب ذكاء تدخلنا نحسوا بروح المواطنة من خلال الأنشطة والألعاب ديال الذكاء اللي كتعطينا والدروس ديال وبلا ما نهضروا على الدروس، حيت الدروس كتشرحهم لنا بطريقة مبسطة لهما، ولا التجارب تيكونوا بطريقة تخي فاسيل وبطريقة ممتعة. أزيد من 600 تلميذ وتلميذة يتوزعون على 21 مؤسسة بجهة الرباط سلا القنيطرة، يستفيدون من ورشات مختلفة تتعلق بالعلوم وإنجاز تجارب تفسر الظواهر العلمية، إضافة إلى تجارب بيئية بغية النهوض بالثقافة البيئية لدى المتعلمين. بهذا اليوم التواصلي اللي هو غيكون يوم تتمين واحد مجموعة ديال الأنشطة اللي قمت بها الجمعية خلال هاد السنة، اللي كتمكن من الوليدات باش يستفدوا من أنشطة علمية وبيئية. هو برنامج جهوي طموح، يعني ما بين الأكاديمية الجهوية الرباط وما بين الجمعية المغربية شطار صغار، مستهدفين بالدرجة الأولى السنوات الأولى والثانية ثم الثالثة، على أساس أنه متعدد السنوات. الهدف منه هو مواكبة المتعلمين ومراعاة مدى مواكبة هذا البرنامج اللي في علاقة بالتحصيل الدراسي. ويسعى هذا المشروع إلى تبسيط العلوم من خلال تحديات علمية وترسيخ سلوك إيكولوجي لدى الناشئة في أفق إكسابهم قيم بيئية جديدة.